هنا في هذه الغرفة في منطقة دوحة عرمون كان الطبيب السوري عين جيم يعالج مرضاه خلافا للقانون ومن دون إذن مزاولة المهنة، وكانت تعاونه زوجته. عمل سابقا في مستوصف الوفاء التابعة لجمعية غوث للطوارئ والإغاثة. هلا أنا معي ضغط وأمور قلبية، كنت راجع بالمستوصف، هو كان موظف المستوصف. الدكتور عبد القادر زلمة محترم، يعني كونه هو دكتور هون بيعرف مع العالم، معاملته مع العالم، تقاليده مع العالم. أنا طبعا ما طلعت لعنده على البيت، أنا تحكمت عنده بالمستوصفين. وكان فريق من وزارة الصحة بمؤازرة القوى الأمنية قد دهم الأربعاء الماضي منزل الطبيب، حيث عثر على معدات طبية وكميات من الأدوية وحليب أطفال وإبرا للحقن منتهية الصلاحية، وتبين أن صيدليتين في المنطقة متورطتان بتزويد الطبيب بالأدوية المنتهية الصلاحية لتصريفها. أنا مالي فاتح بيت عيادة، الأدوية المنتهية الصلاحية في أحد الخيرين بعت لي ياهن مشان أفرزهم وبعتهم للمستوصف. في كم قطعة كانت في قلب الأدوية منتهية الصلاحية، أنا لسه ما كنت فرزتهم. ولما أجوا الدرك كانوا بعضهم موجودين. يعني أنت ما كنت تعرف أنهم خالصة مدتهم؟ لسه ما مفتوحين الأدوية. في محامي مكلف إن شاء الله هو رح يرد، والموضوع بالقضاء. أقفلت العيادة بناء على قرار وزير الصحة، وأحيل الملف إلى النيابة العامة التمييزية، وأحيل كذلك الصيدليان إلى التفتيش الصيدلي في الوزارة لإجراء المقتضى بحقهما.